ماشي ديال عوينك الشريد، رئيسة الطب الباطني في مستشفى سهلول، ورئيسة المنتدى المتوسطي لطب الشيخوخة نسخة 15 سنة. والحمد لله بحضور كثيف هاك شفتوا من زملاء من تراب الجمهورية الكل، وأطباء وزيدا بيرسونيل باراميديكال. منتدى هذا كريتو فيه برشا تنوع، نحكيو أكثر حاجة على كل التداعيات متاع الجهاز الهضمي للمسن، بالنسبة للأكل من الفم حتى للمصران، وعنا زيدا باش نحكيو على مرض السكري للمسن والضغط الدم للمسن والنقص متاع المناعة للمسن والتلقيح للمسن، سواء التلقيح نتاع الكورونا ولا التلقيح نتاع لاغريب سيزونيير. باش نحكيو زيدا على كل ما هو نورو سنسوريال، النظر عند المسن والنقص نتاع السمع. عندنا مواضيع مختلفة اللي تهم الشريحة هذه متاع المجتمع، نحكيو فيها على الاضطرابات، ونحكيو فيها زادة كيفاش التقصي، ونحكيو فيها كيفاش العلاج، ونتحاوروا مع زملائنا اللي موجودين هوني، وزادة عندنا شكون باش يتصل بينا بالفيديو كونفيرونس من فرنسا. أكثر حاجة اللي نتمنيوها وإن شاء الله حتى قبيليك سيد العميد وقت اللي عمل لوفيرتور حكي عليه، إن شاء الله يرتقي طب الشيخوخة للستاد نتاع سبيسياليتي، يزمو باش يولي اختصاص. توا قاعدين احنا ندرسوا فيه ككومبيتونس في لي ماستر، اما بحكم اللي الشريحه هذيا ولات اكثر، وبحكم اللي الناس في الشريحه هذيا يمرضوا اكثر، معناها ماذا بينا باش يولي يرتقي الاستاد نتاع اختصاص اللي باش يختاروه بعد ما يعملوا الكونكور نتاع الغزيزان.